وفاة عدد كبير من النجوم اللي فقدناهم في الفترة الأخيرة، توفي النهاردة كمان المخرج الكبير محمد عبد النبي عن عمر 70 سنة. وعرفنا من ابنة الراحل إن سبب الوفاة هو خلل شديد في وظائف الكلى أودى بحياته، وهيتم دفن جثمان الراحل بمسقط رأسه بمدينة إنا، ولكن تم إعلان تصريح رسمي من أسرته إنهم هيتلقوا العزاء في بيتهم في القاهرة بعد ما يرجعوا من مراسم الدفن. المخرج الشهير محمد عبد النبي هو مخرج الزمن الجميل، مخرج فوازير رمضان، فوازير أم العريف الشهيرة بفوازير نيلي وشريهان اللي استمر صيتها أجيال ورا أجيال. اشتهر بالأعمال الاستعراضية وليه أعمال تانية مهمة ومشهورة زي مسلسل المسحراتي والتخطيط الحلزوني وبيع المواويل والبحث عن شمندل والأبواب المسحورة، وطبعا فوازير رمضان حليمة وألف ليلة وليلة ورحلة فطوطة. رحم الله المخرج الكبير وألهم أهله الصبر والسلوان. وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.